فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أن كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب حديث فقط وليس كتاب عقيدة، فالعقيدة تؤخذ من كتب العقيدة؟ هذا أصله ما يعرف قيمة فتح الباري، أصله جاهل مركب، ما يعرف قيمة فتح الباري، وكيف يحكم على الكتب وهو ما يعرف ما تحتوي عليه وما تشتمل عليه؟ كلامه هذا لا عبرة به. نعم.